أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الدرس العاشر بعد المئة من الجنداني في حروف المعاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله صحبه وله بعد. قال المراد رحمه الله تعالى: إلا بكثرة الهمزة والتشديد حرف استثناء، هذا معناها المشهور، وقد تكون بمعنى غير، هذا المعنى الثاني، وهذا تكتب حرف استثناء هذا واحد، وقد تكون بمعنى غير هذا اثنين، وبمعنى الواو عند الأخفش هذا ثلاثة، والفراء وعاطفة تشترك في وعاطفة تشترك في الإعراب لا في الحكم، هذه رقم كم؟ أربعة، تفعلها أربعة. عند الكوفيين عاطفة تشترك في الإعراب لا في الحكم عند الكوفيين، وزائدة عند الأصمعي ابن يني كم هذا؟ الخامس. وهذه خمسة أقسام، فهذه خمسة أقسام. قال الأول: أن تكون حرف استثناء نحو قام القوم إلا زيدا، وإلا هذه التي استثنى بها ولها ولإلا ولإلا هذه التي استثنى بها أحكام كثيرة، ونذكر هنا ما تدعو الحاجة إلى ذكره في سبع مسائل. الأولى في حد الاستثناء، وهو إخراج بإلا أو إحدى أخواتها تحقيقا وتقديرا، هذا تعريف، اكتب عليه تعريف، تعريف ينقل التعريف. فالإخراج جنسا، وبإلا أو إحدى أخواتها مخرج للتخصيص بالنعت ونحوه، والمراد بالمخرج تحقيقا المتصل، وفي المخرج تقديرا المنقطع، والمتصل من جنس المستثنى منه، والمنقطع من غير جنس المستثنى منه. قال نحو: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، فإن الظن وإن لم يدخل في العلم فهو في تقدير الداخل فيه، إذ هو مستحضر بذكره لقيامه مقامه في كثير من المواضع، لقيامه أي لقيام الظن مقامه أي مقام العلم في كثير من المواضع، ولهذا لم يحسن استثناء الأكل والشرب بعد العلم، إذ لا يشعر بهما بخلاف الظن. قال ابن السراج: إذا كان الاستثناء قطعا فلا بد أن يكون الكلام الذي قبل إلا قد دل على ما يستثنى، فتأمله فإنه يدق بمعنى إيش؟ يعني معنى دقيق لطيف لا يتنبه له إلا ماذا؟ يعني إلا من تفكر فيه. فمثلا ما يأتي باستثناء منقطع ولا يوجد جامعة، لا يوجد عامل مشترك، ولا يوجد بمعنى يعني بمعنى علمي، لا يوجد مفهوم مشترك بين المستثنى والمستثنى منه، لا بد من وجود معنى مشترك بين المستثنى والمستثنى منه حتى ولو كان ايش؟ منقطعا، لابد من وجود معنى مشترك. قال: فانه يدق. قال الثانيه: في المستثنى منه، وهو المخرج منه مذكورا كان. قال: مذكورا كان نحو قام القوم الا زيدا، او متروكا نحو ما قام الا زيد، أي مقام أحد. قال: وشرطه أن لا يكون مجهولا، فلا يصح استثناء معلوم من مجهول، نحو قام رجال إلا زيدا، لا هذا خطأ، لابد أن يأتي بمعرفة قام القوم أو قام الرجال، لا يأتي باسم عام أو جمع نكرة ثم يستثني منه معرفة، ولا استثناء مجهول من مجهول، نحو قام رجال إلا رجلا، هذا لا يفيد، لأن فائدة الاستثناء إخراج الثاني، إخراج الثاني من الأول، لكونه لم يستثنى لكثرة ظاهر قال لكونه لو لم يستثنى لكان ظاهرها أنه داخل فيما دخل فيه الأول، وإن كان المستثنى منه مجهولا لم يكن كذلك. الثالث في المستثنى وهو المخرج، وهو ضربان متصل ومنقطع، لأنه إن كان بعض الأول فهو متصل، بعض الأول أي من جنسه متصل، وإن لم يكن بعضه أي من غير جنسه
هو منقطع. قال ابن مالك وذكر البعضية أولى من ذكر الجنسية، يعني متقاربان، لأن المستثنى قد يكون بعد ما هو من جنسه وهو منقطع في قولك وآما بنوك إلا ابن زيد. الرابعة هي إقدار المستثنى، ذهب أكثر البصريين إلى أنهما دون النصف فلا يجوز عندهم استثناء النصف ولا استثناء الأكثر، وذهب بعضهم إلى قال استثناء النصف يجلسون عندي عشرة إلا خمسة، وذهب الكوفيون إلى جواز الاستثناء الأكثر، وافقهم ابن مالك، والخلاف إنما هو في الاستثناء المتصل. واستدل من أجاز النصف استثناء النصف بقوله تعالى قم الليل إلا قليلا نصه، لأن نصه بدل من قليلا والضمير عائد على الليل، وأطلق النصف على القليل أطلق على النصف قليل، يعني سمى نصف الليل قليل. والمعنى قم الليل أو أقل أو أكثر، قاله ابن خروف استدل من أجاز الاستثناء الأكثر بقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا ما اتبعك من الغاوين، والغاوون أكثر. قال معلوم أن الغاوين أكثر، وتأول المانعون هاتين الآيتين ونحوهما، وأجمع النحويون على أن المستثنى لا يكون مساويا للمستثنى منه ولا أزيد. هذا إجماع، هذا إجماع تجعل عليه فائدة بحيث ينقل إلى الإجماعات. الخامسة في معنى الإخراج، قال الكسائي الإخراج من الاسم وحده، فإن قلت قام القوم إلا زيدا فكأنك قلت قام القوم الذي بعض منهم زيد، ولم تتعرض للإخبار عن زيد بقيام ولا غيره، فيحتمل أن يكون قد قام وأن يكون غير قائم. وذهب الفراء إلى أن الإخراج من الفعل، فإن قلت قام القوم إلا زيدا لم تخرج شيئا من القوم، وإنما أخرجت إلا وصفه من القوم وذهب السيبويه إلى أن إلا أخرجت الاسم من الاسم والفعل من الفعل، إذ لم يقم دليل على حمل الاستثناء على أحدهما دون الآخر، يعني عامة. فإن قلت قام القوم إلا زيدا قد استثنى زيدا من القوم وقيامه من قيامهم، وهذا هو الصحيح، والخلاف في المتصل. إن شاء الله إلهنا، جزاكم الله خير.